حبيبي يا رسول الله، يا أغلى إنسان في عيني، بابي وأمي ولا مثلك سكن قلبي ليوم الدين. حبيبي يا رسول الله. الحمد لله لقينا الجماعة الإخوة، لقونا بشديد مرة واحدة السفير، والله الحمد لله نحمد الله، لقينا الأمور كلها تمام 100%، الحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى، أصلا كده ما حمل لي أي حاجة، الحمد لله لقينا الناس كرمونا شديد، بارك الله الزيارات كلها لقيناها كويسة، مشينا زرنا المدينة رزينا طوال 100%، مسجد طوبة، قبور سيدنا حمزة، دول كل زرنا شديد، الحمد لله على كل حال. ما شاء الله جابانا بالسلامة وسن الرودة جينا الزيارة جينا كلها وقنا جينا والله جابانا مكة الحمد لله سيو السلام لعبونا تمام بارك الله فيهم الحمد لله الله يبارك فيكم. حبيبي يا رسول الله، يا أغلى إنسان في عيني، بابي وأمي لك سكن قلبي ليوم الدين. حبيبي يا رسول الله، يا أغلى إنسان في عيني.